مشروعنا اليوم مختلف، إطلالاتها مختلفة أيضا. المشروع عبارة عن بنايتين موجود فيه 48 وحدة سكنية. البناية الأمامية مطلة على البحر، موجود فيه تقريبا عدد محدود من الشقق، غرفتين وصالة، والشقق الباقية في البناية الأولى مع البناية الخلفية 3 غرف وصالة، ومساحاتها كبيرة وشاسعة. من الخدمات اللي موجودة أيضاً في المجمع عندنا الجلسات العائلية بالإضافة إلى المسطحات الخضراء، وأيضاً ألعاب الأطفال وبوابة إلكترونية ومواقف مغلقة تحت البنايات. موقع المشروع، المشروع يقع في منطقة يالنجك مقابر فندق رمادا وايضا فندق موفنبيك. الخدمات القريبه من المجمع السوبر ماركتات بالاضافه الى الجامع كلها تقريبا يعني 5 دقائق واحنا موجودين في الخدمات. المشروع يقع زي ما قلت لكم في حي يالنجك بين الموقع ومطار طرابزون تقريبا 3 دقائق، وبين الموقع وجوهر مول 5 دقائق، ومول الفورم ايضا 5 دقائق، وميدان طرابزون 10 دقائق. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. نموذجين، نموذج شقة 3 غرف وصالة وإطلالتها، وأيضا نموذج شقة 2 غرفة وصالة وإطلالتها. تفضلوا معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور السادس. في البناية هذه موجود شقتين جانبية 3 غرف صالة مساحتها 203 متر مربع، والشقة الوسطية 2 غرفة وصالة مساحتها 132 متر مربع. نصور لكم شقة نموذجية 3 وصالة، وبعد ما نخلص نديكم تفاصيل الغرفتين وصالة. مدخل الشقة 3 وصالة هذه هي مساحتها زي ما قلت لكم 203 متر مربع. أول ما أدخل الشقة، مدخل الشقة من هنا يسارا على طول عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، مشروع جديد وكامل موجود فيه 48 شقة أو وحدة سكنية. عندنا الكوريدور مع الغرف والمطبخ والصالات كلها باركيه نوعية جيدة. نتوجه إلى الصالة. شوفوا مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله، أقدر أقول 40 متر مربع، مساحتها كبيرة. وعندنا التدفئة المركزية موجودة أيضا، والديكورات السقفية بإنارات ليد مخفية، وأحلى حاجة في الشقة هذه الإطلالة المميزة، إطلالة مباشرة على البحر وعلى الطبيعة أيضا، شيء جميل ورائع. نتوجه من الصالة إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، مساحتها 3 في 2 تقريبا أو 2.5 متر، بلكونة كبيرة وشاسعة، وإطلالتها جاية إطلالة بانورامية على المدينة وعلى البحر والطبيعة أيضا. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة. نتوجه إلى المطبخ. تعالوا مع بعض نشوف المطبخ ومساحتها. يعني بالنسبة للشقة 3 غرف وصالة مساحتها 203، تعتبر المطبخ أيضا مساحتها كبيرة. شوفوا مساحة المطبخ قديش، دولاب المطبخ جاي على شكل L، ألوان جميلة وراقية، والمساحة هذه نقدر نحط فيها مساحة السفرة، وعندنا إطلالة جانبية على البحر وعلى المدينة، وإطلالة أمامية على البحر من جهة البلكونة. تعالوا نكمل تفاصيل باقي الشقة.
نطلع من المطبخ نتوجه إلى الغرف، وقبل ما نشوف الغرف عندنا هنا على اليسار دورة المياه الرئيسية. مساحتها جيدة كبيرة، مكان المروش والمغسلة والتدفئة، ومكان خاص بغسالة الملابس والسخان أيضا. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا الغرفة الأولى. مساحة الغرف شوفوا كبيرة وجيدة، وإطلالتها أيضا على الطبيعة وعلى المدينة والبحر. نتوجه إلى الغرفة رقم 2. الغرفة الثانية هذه مساحتها برضو ممتازة، نقدر نحط فيها سريرين مع دولابها، ولها بلكونة جانبية. البلكونة هذه إطلالتها أيضا على الطبيعة، وعندنا إطلالة بحر أيضا موجودة من هذه البلكونة. مشروع مميز وإطلالة مميزة أيضا. أخيرا نتوجه إلى غرفة الماستر، تفضلوا معنا. غرفة النوم الرئيسية من هذا الجهة. شوف المفاجأة في غرفة النوم الرئيسية، مساحتها شاسعة كبيرة. شوفوا مكان خاص بغرفة النوم اللي هو مكان السرير، وحاطين فيه أماكن أفياش الكهرباء، وعندنا زجاج نظام فرنسي، واجهة كاملة زجاجية إطلالتها على الطبيعة. ومن ثم نتوجه إلى غرفة الدريسنج روم من هذا الجهة. شوفوا مساحة غرفة الدريسنج روم، أقدر أقول زي الغرفة. نقدر نحط دواليبنا هنا، دواليب غرفة الملابس، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية. دورة مياه متكاملة، مروش وكلوزيت ومغسلة. أغلبية الشقق ما يحطوا كلوزيت في غرفة النوم الرئيسية، دورة المياه التابعة لها. شقة متكاملة ومساحة واسعة، ثلاث غرف صالة، مساحة 203 متر مربع، يعتبر شيء جيد. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، أرجو يكون نال على إعجابكم. وهذا النموذج الثاني لشقة غرفتين وصالة في نفس البناية، الشقة الوسطية اللي قلتها في بداية شرح الفيديو. مدخل الشقة من هنا، عندنا المنطقة هذه منطقة الكوريدور، نقدر نحط وراء الباب هنا في المنطقة هذه دولاب خاص بالأحذية والعبيات. نتوجه إلى الصالة ونكمل تفاصيل باقي الشقة. يسارنا هنا الصالة. مساحة الصالة تقريبا 30 متر مربع، ديكورات سقفية جيدة ممتازة، وعندنا واجهة زجاجية بالكامل إطلالتها المميزة على البحر وعلى الطبيعة. نتوجه إلى البلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، إطلالتها أيضا مميزة على البحر وعلى الطبيعة والمدينة. يعني الشقة هذه أو الشقق اللي في البناية هذه كلها إطلالتها مميزة، ما نقدر نميز بين الشقة والأخرى في الإطلالة. نتوجه من البلكونة إلى المطبخ نشوف تفاصيل المطبخ. دولاب المطبخ جاي على شكل L، ألوانها براقة مميزة، جاي على شكل زي ما قلت على شكل L، ألوان رصاصي مع الأبيض متناسق مع الرخام. أجهزة المطبخ أو الأجهزة الكهربائية أماكنها موجودة، ومساحة المطبخ جيدة كمساحة، نقدر نقول ممتازة. نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل باقي الشقة. متواجد الآن أنا في الكوريدور زي ما تشايفين، مدخل الشقة من هنا، وقلنا إنه مكان دولاب الأحذية والعبايات هنا. نخش هنا على الغرفة الأولى.
مساحة الغرفة ممتازة جيدة، أقدر أقول 3.5 × 4، وإطلالتها على البحر أيضا، إطلال الطبيعة وإطلالة البحر. مقابل الغرفة الأولى عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي، ولنا حرية الاختيار إذا نبغى نحولها إلى كلوزد. نتوجه إلى تفاصيل باقي الشقة. عندنا هنا يميننا منطقة خاصة بالسخان وبالغسالة الملابس، منطقة مخصصة لهذا الشيء. عندنا الغرفة الثانية قبل الغرفة الثانية دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، مساحتها ممتازة وكبيرة. شوفوا تفاصيل الأدوات الصحية والسيراميك، يعني مختارين ومتنسقين الألوان بشكل جيد. غرفة النوم الرئيسية اللي هو غرفة رقم 2، مساحتها تعتبر مساحة جيدة لغرفة للشقة، قصدي غرفتين وصالة، مكان السرير والدولاب وملحقات باقي غرفة النوم مجهزة، وإطلالتها المميزة أيضا على البحر وعلى الطبيعة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة، أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون المحتوى أعجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.